اضغط للاشتراك. مرحبا بكم في قناة تيتا تي في. اليوم سنقوم بإعداد سلطة لذيذة، هيا بنا نبدأ. بالنسبة للسلطة نحتاج إلى الخس، أوراق طازجة، الطماطم، طماطم، الخيار، الخيار، الفليفلة، الفليفلة، أفوكادو، أفوكادو، ونقطعها ونضعها في السلطة. أضف القليل من البصل الأحمر، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، تبدو لذيذة. السلطة جاهزة، ولكن هذا ليس كل شيء. لدينا خبز، ونقانق، وبعض الخضار، والجبن، وصنعنا السندويشات، والآن يمكنك تناول وجبة خفيفة. لذيذ جدا. ولكي لا تفوت فيديوهاتنا الجديدة، اضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أتمنى أن تكون قد استمتعت في الفيديو. تذكر أن تتناول الكثير من الخضار والفواكه لتحافظ على صحتك. نراكم مع تيتا تي في.